بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. العنوان الدرس قياس الحرارة النوعية. قياس الحرارة النوعية، ماذا يقصد بالحرارة النوعية؟ الآن هذا المسعر، هذا المسعر، ما هو المسعر؟ هو يا شباب شبيه بآلات بأجهزة حفظ المواد أو أدوات حفظ المواد، اللي هي مثل حافظة الطعام، مثل براد الشاي، يكون معزول مع الجوانب، في مواد عازلة في جوانبه، والغطاء يكون معزول، الغطاء حقه يكون معزول، يكون هنا في فتحة لإدخال مقياس الحرارة. هذا يا شباب يسمى مسعر، يسمى مسعر، وهو أداة تستخدم لقياس الحرارة النوعية أو قياس الطاقة الحرارية المنتقلة أو التغير في الطاقة الحرارية. المسعر وقياس الحرارة النوعية. الآن هذا الصورة لما يحصل في المسعر. المسعر عبارة عن مثل الأسطوانة هذه اللي تشاهدون داخل يا شباب، يكون عندنا هنا قد يكون في حجرة أو ما يكون في حجرة، يكون في سائل مثلا ماء، يكون داخله سائل في الغالب، نضع داخله سائل في الغالب مثل ما تشوفون هنا، كاتب لك كاتب عندنا هنا ماء، يكون داخل المسعر ماء. نقوم بوضع مثلا جسم مثل هذا الجسم، نقوم بوضعه يكون ساخن، ونقوم بوضعه داخل المسعر. إذا كان ساخن وضعناه داخل المسعر وكان الماء بارد، ماذا سوف يحدث يا شباب؟ ماذا سوف يحدث؟ ماذا سوف يحدث؟ ننتظر. أسأل السؤال من جديد. عندنا الآن يوجد هنا ماء، وضعنا جسم ساخن مثل كرة ساخنة، كرة معدنية ساخنة مثل النحاس، من نحاس أو من حديد. هذه الكرة سوف نضعها بالماء البارد. عندنا هنا ماء بارد، وهنا جسم، هذا الجسم جسم ساخن. ما الذي سوف يحدث؟ تنتقل الحرارة. ها يا شباب، تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. واضح يا شباب؟ تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. والآن عن طريق انتقال الحرارة سوف يكون عندنا حرارة ابتدائية للجسم الساخن وحرارة نهائية للجسم الساخن. الماء البارد سوف تكون له حرارة ابتدائية وسوف يكون له حرارة نهائية. الحرارة النهائية للماء والجسم الساخن سوف تكون متساوية. مع المثال إن شاء الله راح يكون كل شيء واضح. نأخذ بعد قليل مثال وسوف يكون كل شيء واضح. المسعر يا شباب يكون معزول تماما من الخارج، لا يوجد جسم معزول 100%، لكن تقريبا انتقال حرارة فيه يكون صعب انتقاله إلى الخارج. المسعر نقول هنا يكون معزول، هنا فيه مادة عازلة، تلاحظون الفراغ هذا يكون فيه مواد عازلة لكي لا تنتقل حرارة إلى الخارج ولا تنتقل من الخارج إلى الداخل. هذا الآن المسعر. المسعر يكون معزول تماما عن المحيط الخارجي. بالمسعر نضع جسم يكون ساخن، درجة حرارة مرتفعة، واضح يا شباب. الماء البارد سوف يسخن، والجسم الساخن الذي وضعناه داخل المسعر مثل هذه القطعة، وش راح يحصلها؟ سوف ترتفع درجة حرارة. وعليكم السلام سلوم سالم. عندنا هنا في المسعر سوف نضع داخل المسعر جسم ساخن،
جسم ساخن يوضع داخل المسعر، داخل المسعر هنا يا شباب يكون فيه ماء من الأساس. أعيد من جديد، الجسم الساخن سوف يقوم بتسخين الماء، الماء سوف يبرد، والجسم الساخن الماء سوف ترتفع درجة حرارته، والجسم الساخن سوف يبرد. واضح يا شباب الكلام اللي قلته الآن؟ ماذا سوف يحصل في داخل المسعر؟ الحرارة لأن ما واضح يا سالم، ما هي مشكلة نعيده الآن. معلش يا شباب زميلكم ما فهم اللي عندنا هنا، ممكن يا شباب أحد يشرح لزميلكم؟ أعطي أحد الصوت يا شباب، أعطي أحد الصوت، في أحد يبغى يتكلم؟ اللي رفع إيده بالعدوي فهد ذياب. فهد تفضل يا فهد، أعطيتك المايك، معك تابلت يا فهد، يمكن ما راح ينفع، ما أتوقع أنك راح تقدر تتكلم لأن معك جوال أو يتفضل. وضعنا نبغاك تشرح لزميلك وش اللي راح نعمله في المسعر، تفضل يا فهد. نوضع جسم ساخن في 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 حوض معزول عن الخارج، فتنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الماء الموجودة الباردة في المسعر في الجسم المقلق. عندنا هنا المسعر يا شباب، سأل زميلكم سالم يقول على ماذا يعتمد اللي هو عمل المسعر، أو ماذا يكون المسعر؟ عمل المسعر سوف يكون نضع الكرة الساخنة داخل المسعر، سوف يسخن الماء قليلا وتنخفض درجة حرارة المسعر. التغير في درجة حرارة المكعب اللي هو راح نسميها دلتا اي مثلا اي 1 او اي اي مثلا، اذا سميت هذا الجسم اي، او ممكن نسميه بي، ممكن يعني عندك خيار تسميه اي او تسميه بي، اسمنا اي. التغير في درجة حرارة الجسم الاول زائدا التغير في جسم حرارة الجسم الثاني اللي هو اي دلتا اي اي زائدا دلتا اي بي تساوي صفر. ما في صوت يا شباب؟ يا شباب الصوت واضح؟ زميلكم يقول ما في صوت، هل الصوت عندكم واضح يا شباب؟ الصوت واضح يا عبد الرحمن. عندنا هنا يا شباب بذكركم هذه العلاقة منين جت. هذه العلاقة يا شباب منين جت؟ أذكركم فيها. إذا كان عندي جسمين ذكرت لكم سابقا، جسم مثلا ساخن وجسم بارد، لدي جسمين وأحدهم ساخن والآخر بارد، ماذا سوف يحصل؟ هذا ساخن وهذا بارد. هذا الطاقة الحرارية مثلا نسميها اي 1 ساخن تساوي 20 جول. طاقة البارد مثلا 6 جول. اي 1 اي مثلا هذا نسميه مثلا بي، هذا نسميه اي. عندما تنتقل يصير في تلامس، سوف تنتقل الحرارة من الجسم الساخن الى الجسم البارد وهي الطاقة الحركية للجزيئات. سوف يتغير طاقته تصبح اي 2 سوف تقل وتصبح مثلا 10 أو نقول هنا 20 و 26، سوف تصبح مثلا 13، قلت بمقدار لأن الجسمين متساويين بالحجم، 13 جول.
قلت في مقدار الشباب كم؟ دلتا اي. قلت في مقدار 7، راح نقول دلتا اي تساوي سالب دلتا اي. هنا دلتا اي مثلا هذا جسم بي، دلتا اي بي تساوي سالب 7. دلتا اي بي هذه يا شباب طاقة الحركة الحرارية راح تتغير تصبح اي. على اسمنا معلش هذا اي يا شباب ما هو بي. دلتا اي بي اللي راح تصبح كم؟ راح تصبح 6، راح تزيد مقدار 7 اللي راح تكون 13. اصبحت طاقة 13 جول. تغير الطاقة يا شباب بمقدار كم؟ الدلتا اي بي بمقدار 7. دلتا اي بي تساوي 7 ودلتا اي بي تساوي، اي ان الدلتا اي بي تساوي سالب الدلتا اي اي. التغير في طاقة الجسم الأول تساوي سالب التغير في طاقة الجسم الثاني. إذا نقلنا أحدهما الجهة الأخرى مثل ما قلنا هذه الجهة الثانية، راح يكون عندي دلتا اي بي تساوي زائدا دلتا اي تساوي صفر. واضح يا شباب نجت صفر. نقلنا هذه الى الطرف الايسر، وش بقى عندنا هنا؟ هاي يا شباب وش بقى؟ ما بقى شيء، بقى صفر. صارت دلتا اي بي زائد دلتا تغير في حرارة الجسم الثاني زائد تغير في حرارة الجسم الاول يساوي صفر، يساوي صفر تغير في درجة حرارة الجسمين. والتغير في درجة حرارة الجسمين هي كيو كمية الحرارة المنتقلة، هي كيو كمية الحرارة المنتقلة كيو اي زائدا كيو بي. أي أن كيو اي سوف يصبح دلتا اي اللي هي عبارة عن كيو بي زائدا كيو اي راح تساوي صفر. والكيو اخذنا قانونها سابقا، الكيو اللي هي عبارة عن الام في السي في الدلتا تي. وش تعني هالرموز هذه يا شباب؟ الام هي الكتلة، السي هي الحرارة النوعية، الدلتا تي هي التغير في درجة الحرارة. واضح يا شباب؟ الام في السي في الدلتا تي. الآن ننتقل، معناه يا شباب هنا راح تكون الام في الام بي للجسم بي في السي للجسم بي في الدلتا تي للجسم بي زائدا الام للجسم اي في السي للجسم اي الدلتا تي للجسم اي تغير في درجة حرارة الجسم اي. وهذا اللي راح نشوفه بعد قليل. يقول عندنا هنا سؤال: المسعر هو أداة تستخدم لقياس التغير في الطاقة الحرارية ويكون معزولا تماما. يا شباب في إجماع أجمعتوا كلكم يا سالم الله يعطيك العافية، بس فقط نبغى إجابة واحدة، لا تعطينا مجموعة إجابات وأنت تجي هذه نفس الطريقة. الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة. ننتقل الآن، هذا يا شباب تقريبا تعريف المسعر أو تعريفه فقط، ما هو بتعريفه، استخدامه، استخدام مسعر. وله استخدام آخر يستخدم لقياس السي. ما هي السي؟ يستخدم لقياس السعة الحرارية لجسم مجهول، يعني ما نعرف حرارة النوعية سي، ممكن نوجدها عن طريق المسعر في تجربة لإيجاد الحرارة النوعية عن طريق أو السعة الحرارية لجسم مجهول عن طريق المسعر. الطاقة الكلية للنظام. الطاقة الكلية للنظام يا شباب مثل ما ذكرنا سابقا
راح تكون مثل ما ذكرت قبل قليل قلنا طاقة النظام تكون دائما وش فيها يا شباب؟ محفوظة من مبدأ حفظ الطاقة للنظام المغلق والمعزول. النظام المغلق والمعزول تكون الطاقة الكلية للنظام محفوظة، أي أن التغير في درجة حرارة الجسم الأول دلتا اي اي زائدا الدلتا اي بي تساوي صفر، الطاقة الكلية للنظام محفوظة. هذا اللي نعنيه، أي أن كيو اي زائدا كيو بي كمية الحرارة المنتقلة من الجسم الأول زائد كمية الحرارة المنتقلة للجسم الثاني، واحدة منهم بالموجب واحدة منهم بالسالب، راح تساوي صفر. وكمية الحرارة هنا تساوي اللي هي عبارة عن الام اي، إذا كان عندي جسم اي في السي اي في الدلتا تي للجسم اي زائدا الام بي في السي بي في الدلتا تي بي. ممتاز يا شباب محمد، راح تساوي راح كم تساوي؟ راح تساوي صفر، راح تساوي صفر. وهذا المثال راح نطبق بالمسألة ونحلها بالتفصيل بطريقة أخرى غير الطريقة اللي حلينا فيها بالكتاب. بس قبل ما نحل بالمسألة نبي نشوف الآن إذا كان عندنا قالبين مفصولين عن بعض بينهم مادة فاصلة، وكل هذه درجة حرارة الـ A تختلف عن درجة حرارة الـ B، وش راح يحصل عندنا هنا؟ يقول إذا تغيرت الطاقة الحرارية للقالب A بمقدار دلتا E A، فإذا التغير في طاقة الحرارة دلتا B راح تكون عندنا هنا متساوية، لكن إشارتهما يا شباب إشارة بينهما واحد منهم ساخن واحد بارد. راح تنتقل الطاقة الحرارية من الساخن إلى البارد، سوف تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. وش اللي راح يحصل عندنا؟ التغير في هذه الطاقة سوف تكون مجموعها يساوي صفر، سوف يكون مجموع التغير في الطاقة الدلتا اي اي تساوي سالب الدلتا اي بي مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل. راح يكون عندنا الدلتا اي اي تساوي بعد ان نزيل الفاصل اللي بينهم يساوي الدلتا، معليش اللي في سالب، سالب الدلتا اي دلتا اي بي. ولو نقلناها هنا للطرف الاخر راح يكون مجموعهما يساوي صفر، والاي اي اللي هي الطاقه الكليه اي اي زائد اي بي طاقه الاي اي زائد طاقه الاي بي. لو بغينا نحسب طاقتهم الكليه يا شباب، لو بغينا نحسب طاقتهم الكليه هنا التغير غير مجموع الطاقه الكليه، الطاقه الكليه مجموع طاقتهم. مثلا هذا 13 جول بعد ان قمنا بتوصيلهما مع بعض، وهذا 13 جول، طاقتهم الكلية سوف تصبح كم؟ في أحد يا شباب عنده سؤال؟ معلش يا بدر حصل خير. طاقتهم الكلية سوف تكون، ما هي مشكلة يا شباب اللي الله يحييكم اللي حاضر يا شباب، ما عندنا إشكالية فيه. حسين، عندنا هنا الطاقة الكلية سوف تكون مجموعهما بالمثال السابق، لو رجعنا للمثال السابق الطاقة الكلية اي اي زائد اي بي هذا 13 بعد وهذا 13، الطاقة الكلية سوف تكون 26، مجموع الطاقة الكلية للجسمين مثل ما تشوفون. لكن هنا اللي نقصد فيه اللي هم مجموعهما يساوي صفر يا شباب، ما هو؟ اسألكم سؤال، ما هو المجموعهما يساوي صفر؟ قلت لكم وش الفرق بين هذا؟ انا قلت لكم هذا بالمثال السابق 26 جول بالمثال السابق، لكن عندكم قلتكم التغير في بينهما دلتا اي اي زائدا دلتا اي بي يساوي
يساوي كم؟ يساوي صفر. وش الفرق يا شباب بين اللي على اليسار واللي على اليمين؟ هذا القانون وهذا القانون. ها من يقول يا شباب وش الفرق بينهم؟ هذا تغير، هذا التغير، ممتاز. التغير فيه يساوي صفر، لكن مجموع الطاقة هنا فيه طاقة وهنا فيه طاقة، هنا فيه طاقة بعد أن بعد أن نزيل الفاصل سوف تكون متساوية 13 و13، لكن قبل عندما يكون في عازل بينهما هنا قلنا طاقة واحد منهما أعلى من الآخر. واضح يا شباب؟ طاقة أحدهما أعلى من طاقة الآخر قبل أن نزيل الفاصل، لكن إذا أزلنا الفاصل طاقة هذا سوف تكون متساوية إذا كان حجميهما نفس الحجم. هذا راح تكون طاقته 13 وهذا راح تكون طاقته 13، مجموعهما 26، لكن التغير في طاقتهما يساوي صفر، لأن اللي امتص هذا اللي هو بارد يساوي هو نفسه المفقود من الثاني، لذلك المفقود عندنا هنا يساوي بالسالب، والمكتسب يكون بالموجب، اللي اكتسب يكون طاقته بالموجب لأنه اكتسب، والتغير بالطاقة راح يكون صفر مثل ما شرحنا قبل بالدرس السابق. عندما تكون درجة حرارة القالبين، سالم أجبت بشكل سريع ما بعد كملنا السؤال، عندما تكون درجة حرارة القالبين مختلفان فإن تدفق الحرارة يكون من القالب الأبرد إلى الأسخن. زميلكم ما شاء الله سالم سبقكم وإجابتكم صحيحة، أجمعتوا على إجابة. سالم يقول إجابة خطأ، محمد فوز يقول خطأ، حسين يقول خطأ، رياض كلكم، بدر صبار يقول خطأ، الطريف يقول خطأ، أجمعته فهد ذياب يا شباب أجمعته أنها إجابة خاطئة. فعلا هي إجابة خاطئة، والحرارة تنتقل من الجسم الساخن دائما إلى الجسم البارد، وعندنا بالقالبين السابقين تنتقل من القالب الساخن إلى القالب البارد. الآن يحتوي مسعر ماء، أرسم لكم هنا يا شباب الرسمة عشان نفهمها، لكن بعدين راح نحلها بصفحة ثانية. الآن المسعر راح أرسم لكم أسطوانة، عندنا يا شباب هذه الآن أسطوانة لما تشوفون، هو المسعر عبارة زي الأسطوانة، لكن قلنا لكم هو شبيه بإيش يا شباب؟ شبيه بالمواد، بالحافظة، حافظة الطعام، تكون معزول، أهم شيء يكون معزول، أهم شيء فيه يكون معزول. هنا يحتوي على ماء ساخن، ماء بارد، معليش يا شباب آسفين، يحتوي مسعر على ماء بارد. الحرارة بالجوانب ما تطلع، ليش الحرارة ما تطلع على الجوانب؟ لأنه معزول، لأنه معزول. هنا فيه ماء، درجة حرارة الماء كم؟ درجة حرارة الماء بارد، درجة حرارة الماء 15 سلسيوس، 15 سلسيوس، هاي درجة حرارة الماء. وضعنا فيه قطعة برسمها باللون الأحمر عشان تعرفون أنها قطعة ساخنة. من أي مادة ساخنة؟ مثلا الآن قال قالب، راح أرسم لكم بالشكل هذا، هذا قالب صغير، القالب ساخن جدا، درجة حرارته عالية، درجة حرارته يا شباب نظرها كم درجة حرارته؟ 115 سلسيوس، 115 درجة. سوف نضعه، وين نضعه؟ سوف نضع داخل الماء. اللي راح يحصل عندنا يا شباب أن الماء سوف ترتفع درجة حرارته عن 15، راح يسخن، القالب راح يبرد. القالب هنا طريف مية وخمسة وخمسين، مية وخمسة عشر، فهد ذياب مسألة عندك بالكتاب 155 أو 115، درجة الحرارة يا شباب هنا 115، عندنا هنا راح يسخن، راح ترتفع درجة حرارة الماء، القالب هذا راح يبرد، راح يبرده الماء، بعدين درجة حرارتهما النهائية سوف تصبح يا شباب ايش؟ لا لا ما راح نجمعهم يا احمد سيد،
راح اعلمك الان نهايه الدرس ما راح يكون مجموع درجه حراره ما راح تكون مجموعهما ما راح تكون 130 يا سيد يا سالم. سوف تكون ممتاز ريم تقول متساويه، سوف تكون درجه حرارتهما متساويه، يعني درجه حراره عندنا هنا الاول والثاني درجة حرارتهم النهائية سوف تكون متساوية، أي عندنا هنا هذا راح نسميها تي 1 هذا القالب راح نسميه A عشان الآن نفرق بالمسألة، الماء سوف أسميه B، عندنا هنا هذا تي درجة حرارة تي بي إنيشال الابتدائية، درجة حرارة الماء الابتدائية 15، درجة حرارة القالب الابتدائية راح أسميها تي A initial اللي كم يا شباب؟ 115. الآن عندنا هنا عندنا يا شباب ركز معي درجة حرارتهما لأنهما القالب راح نضعه بالماء راح تكون متساوية، أي أن عندنا هنا التي النهائية ما راح أقول تي بي فاينل وراح أقول تي اي فاينل، راح تكون درجة حرارتهما راح نسميها تي فاينل سوف تكون متساوية، واضح يا شباب الجميع؟ يعني درجة حرارة القالب ودرجة حرارة درجة حرارة الماء درجة متساوية في النهاية. الآن نشوف نكتب المعطيات عندنا هنا بصفحة جديدة. يا سالم ركز معي. الماء بارد درجة حرارته الابتدائية 15. واضح يا سالم؟ الماء بارد درجة حرارته 15. عندك القالب ساخن درجة حرارته كم؟ 115، هذه درجة حرارتهما الابتدائية. راح نضع القالب أقوم أنزله وسط الماء. إذا نزلت القالب وسط الماء اللي راح يحصل عندي أن درجة حرارة الماء والقالب راح تكون متساوية، الماء راح يسخن شوي والقالب راح يبرد، بعدين سوف يصلون إلى مرحلة نسميها مرحلة الاتزان، تكون درجة حرارتهما متساوية لأنهما متصلين مع بعض وراح نسميه درجة حرارتهما النهائية تي فاينل. الآن نكتب المعطيات، كتلة الماء اللي راح تكون نصف وكتلة الام بي الماء اللي هو بي ام بي راح تكون نصف الام بي راح تكون نصف الام بي راح تكون نصف كيلو جرام، الام اي اللي هو كتلة القطعة المعدنية القالب كتلة صغيرة جدا عشان كذا ما راح يحتر الماء كثير، كتلة صغيرة اللي 4 من 400 كتلة 4 من 100 كيلوغرام، درجة حرارة القالب درجة حرارة الماء الابتدائية اللي راح نسميها تي بي كان الماء بارد ودرجة حرارته 15 سليوز، درجة حرارة درجة حرارة القطعة المعدنية ممتازين يا شباب 115 سليوز. رافع يده تفضل يا بدر. عادي لو كتبنا انيشال ما هو بلازم، خلاص تي اي هو انيشال تي بي انيشال بدل ما نزيد الحروف عندنا يا بدر، عارفين الدرجة حرارة هنا ابتدائية
وفي درجة حرارة ابتدائية للقطعة المعدن. بس أهم شيء يعرف تذكر من قطعة المعدن أن نرمز لها بالرمز A والماء نرمز لها بالرمز B. تي فاينل هي المطلوبة، درجة حرارتهما النهائية. بس باقي يا شباب حاجة اللي هي لازم نعرفها ولازم هو يعطيك إياها بالسؤال، بس هو بالكتاب أعطاك المسألة هذه على افتراض أنك تعرفها، اللي هي السعة الحرارية. السعة الحرارية للماء معروفة السي اي، اللي هي عندنا السعة الحرارية للماء معروفة اللي راح تساوي 4180. ممتاز يا فهد، ممتاز احمد حسنين، محمد فوزي، 4180 جول لكل كيلوغرام في كلفن. عندنا السعة الحرارية للقطعة يا شباب، مش نوع القطعة عشان نعرف سعة الحرارية، القطعة نوعها عشان ناخذ سعة الحرارية خرصين. ناخذ السعة الحرارية للخرصين من الجدول اللي عندك. السعة الحرارية للخرصين اللي هي قيمتها المفروض يعطيك اياها بالسؤال، هذه يا شباب ما تحفظها. السعة الحرارية المفروض انه هو يعطيك اياها بالسؤال 388. 300 اللي هو السي بي، معلش سي اي هنا عكسناها يا شباب، هاي السي بي، سي بي وهاي السي اي راح تكون 388 جول، وحدة السعة الحرارية لكل كيلوغرام في كالفن. عندنا الآن نحل المسألة، نكتب القانون، نقول QA زائدا كمية الحرارة المنتقلة من الـ A الماء، لا للـ A زائدا كمية الحرارة المنتقلة للـ B QB تساوي صفر. QA عندنا هنا راح نكتب قانونها اللي هي الام، ام اي يا شباب في طريقه في الكتاب، طريقه الكتاب تعتمد على الحفظ وليس على الفهم، عشان كذا الكتاب يعرف يا بدر كتاب حال بطريقه تعتمد على الحفظ وليست على الفهم. انا احل لك الان بطريقه تعتمد على الفهم، على فهمك المساله. ام اي سي اي في الدلتا تي اي، الدلتا تي اي زائدا الام بي في السي بي في الدلتا تي بي. وش تعني الرموز هذه يا شباب؟ الان اشرح لكم وش تعني الرموز قبل ما نحل المساله، لان ما الدرس هذا ما فيه الا المساله هذه، ما في عندنا معلومات كثيره. كتله الماء، كتله معلش القطعه يا شباب، في السعة الحرارية لها اللي هو 388 ضرب التغير في درجة حرارتها. التغير في درجة حرارتها كانت درجة حرارتها 115 وبعدها أصبحت التي فاينل، درجة حرارة نهائية. واضح يا شباب؟ عندنا هنا زائدا الام بي كتلة الماء اللي هو نصف كيلوغرام في الحرارة النوعية للماء اللي هي 4180 ضرب التغير درجة حرارة الماء، كانت درجة حرارة الماء 15 وأصبحت تي فاينل، وأصبحت
التي فاينل. الآن نكتب الأرقام اللي عندنا الام بي اللي هي فاصلة خمسة اللي هي نصف ضرب 4108 معلش بابنا ال A اللي هو على اليسار اللي هو فاصلة صفر كتلة ال A اللي هي قطعة الخرصين فاصلة صفر أربعة ضرب الحرارة النوعية ضرب 4180 ضرب التغير في درجة حرارته. يا شباب ركزوا معي، هذه أهم نقطة. التغير في درجة حرارة القطعة كانت 115 ثم أصبحت تي فاينل. نقول النهائية درجة حرارة النهائية اللي هي تي فاينل ناقصا كم؟ ناقصا ممتاز محمد فوزي ناقصا 115 ناقصا 115. سكر القوس احط علامة زائد. الام بي كتلة الماء اللي هو نصف كيلوغرام نصف كيلوغرام ضرب الحرارة النوعية اللي هي الحرارة هنا يا شباب معلش فيها يا شباب في ملاحظة ما انتبهنا لها هنا اميبل 4000 هنا كم هذه احنا نتكلم عن الاي الاي 388 هذه يا شباب 388 ما حد نبهنا عليها 388 هذه نصف نتكلم عن الماء ضرب الحرارة النوعية للماء 4180 في درجة حرارة الماء الابتدائية اللي هي 15 النهائية اللي هي تي فاينل تي فاينل مطروحة منها درجة حرارة الماء الابتدائية اللي هي 15 اللي عندنا هنا 15 تساوي صفر. الآن يا شباب اضرب الأربعة بالمية ضرب 388 كم تطلع معك؟ فاصلة صفر أربعة ضرب 388 راح تطلع 15 ممتاز ممتازين راح تطلع 15.52 مضروبة بالتي فاينل ناقصا 115 نحط زائد اضرب نصف ضرب 4180 اللي راح تطلع تقريبا 2000 وشوي 2000 اللي حلها 2090 راح تطلع 2090 تي فاينل ناقصا 15 يساوي صفر. الآن يا شباب انتبه معي الخطوة هذه أضرب ال 15 بالتي فاينل وبضرب ال 15 بال 100 و 15 15 ضرب تي فاينل راح كم تصبح 15.52 ضرب تي فاينل راح تطلع 15 ونصف الاثنين معلش يا شباب نهملها عشان بس نستعجل بالكتابه لان ما معنا وقت 15 ونصف تي فاينل 15 ونصف ضرب 115 راح تطلع 1000 ممتازين يا شباب
بالناقص 1017 84 ثمانية أربعة فاصل ثمانية زائد 2090 ضرب تي فاينل، راح نضرب 2090 تي فاينل وراح نضربها بال 15، راح نقول زائد 2090 تي فاينل 2090 ضرب 15 راح تصير ناقصا 31000، نحسبها 31350 تساوي صفر. الآن يا شباب انتبهوا معنا، بعيد لكم الخطوات اللي حسبناها. ضربنا هذا ال 15 بالتي فاينل طلعت 15 ونص في تي فاينل، ضربنا ال 15 ب 115 طلعت، هنا في شرط سالب نزلنا السالب طلعت 1784، نزلنا علامة الزائد ضربنا ال 2090 بالتي فاينل طلعت 2090 تي فاينل، ضربنا 2090 بال 15 طلعت 31350 تساوي صفر. الآن ركز معنا، عندك هنا اللي بحط تحت الخط أحمر، هذول زي بعض، هذول يا شباب تي فاين ما حطينا الخط هنا، هذول يا شباب اللي تحتها الخط احمر، هذا تي فاينل والتي فاينل موجبات اجمعهم مع بعض، 2090 تي فاينل زائدا 15 ونصف تي فاينل راح يطلع 2100 2100 210 ونصف، نصف بستبعده لان عدد صغير مقارنه بالرقم عندنا هنا التي فاينل. هذول يا شباب السالب، السالب مع السالب نطرحهم من بعض، اللي هو سالب 17700 يا راح يطلع ناتجهم يا شباب ناقص 33 واحد ثلاثة أربعة يساوي صفر. الآن يا شباب بنقول وش أزين، الآن وش أزين، راح أنقل الأرقام احولها، ممتاز يا محمد فوزي، انقلها للطرف الايمن واغير اشارتها، انقل 33000 للطرف الايمن واغير اشارتها، يبقى عندي الطرف الايسر 2 2 1 0 5 تي فاينل تساوي 33000 33134. الآن يا شباب أقسم الطرفين على 2002105 راح تطلع عندي تي فاينل تساوي 33000 3 3 1 3 4 مقسومة على اللي هو 2021 2105
تطلع 15.74 تقريبا، تطلع حدود 16. درجة حرارتهم النهائية، درجة حرارة الخليط 15.74 سليوز. الحين يا شباب لاحظوا معي، درجة حرارتهما الاثنين طلعت 15.7 يعني اقل من 16، حدود 16، حدود 16. نشوف المسألة الآن، وش تعني المسألة؟ حطينا قطعة الحديد كانت درجة حرارتها 115، بردت وأصبحت درجة حرارتهما جميعا تي فاينل اللي هي 15.7 تقريبا سليوز، يعني ما وصلت ال 17، يعني الماء لم ترتفع درجة حرارته إلا شيء بسيط جدا، إلا شيء يسير جدا. هذا اللي نبغى نفهمه، الماء ارتفعت درجة حرارته بشكل يسير جدا، وهذه انخفضت درجة حرارتها بشكل كبير جدا، أصبحوا في حالة اتزان، ودرجة حرارتهم النهائية 15.7. تفضل يا عبد الرحمن اسأل. تفضل يا عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن، ايش عندك من سؤال؟ تفضل يا عبد الرحمن، انتظر سؤالك. الماء يسخن اولا ولا الحديد؟ بنفس الوقت. انت اول ما تحط قطعه الحديد، تبدا قطعه الحديد تفقد جزء من حرارتها ويكتسبها الماء. الماء سعته الحراريه كثيره، عشان كذا ما راح يسخن بسرعه. لكن قطعه الحديد راح تبرد بشكل سريع. مو بقطعة الحديد، معلش شباب انا قلت اتكلم عن قطعة حديد، لكن عندنا هنا قطعة خرسين. يا شباب هذا درسنا الان انتهى، اتمنى ان شاء الله انكم فهمتوا المسألة، فهمتوا وش نقصد بالمسعر. المسعر هو وعاء يكون معزول، درجة حرارة تكون فيه معزولة. الله يعطيكم العافية، ان شاء الله تكون عرفتوا الدرس بشكل واضح جدا، وان شاء الله نتوقع ان شاء الله انكم حتى ما تحتاجون لتراجعون مراجعه قبل الاختبار الشهري واختبار نهائي، اختبار مراجعه بسيطه جدا. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.